thank you. ماشي سجل. ابتدينا. ابتدينا يا فندم. بص، دي اخر محاضرة في حالات الام سي كيو، يبقى كده احنا خلصنا. لو عايزين تاخدوا الحد الجاي ساعة نقول فيها امتحان شورت، ماشي. لو مش عايزين مش مشكلة، انا هترك امتحان وتبعتولي على الواتس ونعلم الدرجات بتاعته ونشوف كل واحد ياخد. ماشي شوف يا انت، دكتور، هنقول للناس ونشوف. شوف حاضر الناس وقولي لي ورد عليا انت. ماشي، ماشي هنبتدي حاضر اول حالة كده. قولي يا رضا انت اول واحدة. ماشي اوكي. في سي تي ابدومين اند بلبس، او لور اب يعني اب لور اب بلبس يعتبر، اكزل وكرونال. الكورونال دي دكتور وذاوت كونتراست صح؟ ده ويز، ده سوا، في ده ويز هذه سوا، كله سوا، في تمام. سوا. ادي انا لا، انا شفت الاجزاء، شايفه ده ده شفتها وز بصراحه، ما شفتش اسمك الثاني. الارتس اوكي ماشي. يعني، ده في فيز وده في في الليت البلاد فيز. في الليت فيز. اوكي انا شايفه في الجنرال بلادر كده، شايفه في سمول فوكال ليجن كده اوف. ليه؟ ايوه دي، ايوه دي ايوه، يعني فوكال، فوكال وول ثيكنينج كده بس، مش مفيش حاجة تاني يعني بس. والكيدني طبعا الرايت دي في ما حد اعرفش يقول في انهي يعني. الباسورد، في حاجة اسمها مية، عايز اقول لك الباسورد بليز. شوف لي الباسورد على بات على الزوم، على البتاع ده، على بات على البتاع ده، تليجرام. على التليجرام مش تخش تاني تليجرام. بس، فهو ده يعني بص، في خلصان. كان موجود في لونر بلادر هنا، ماشي. انهانسنج، في فوكال انهانس، ثيكنينج كده حاجه، انهانسنج كده. في حاجة غيره؟ طيب في فيلينج ديفكت في رينال هاي لما فيلينج ديف بتتعيد، بص اهو، في ليجن تاني هنا يا رضا، شايفها؟ دي ترانزيشنال سيل في الرينال كارسينوجين. بيلف كارسين، دي واحدة، دي واحدة. هو في واحد تاني هنا برضه موجود، فين؟ في الرينال بيلفس كاليسيز، يعني رينال بيلفس والكاليسيز، ماشي. في واحد في رينال بلادر. طب هديك انا الديفينشن، اختار اربع واحد منهم. بابيلا رينال سيل كارسينوما، تي سيل رينال سيل كارسينوما تي بي، ولا ترانزيشنال سيل كارسينوما؟ ترانزيشن سيل كارسينوما، لان هي اللي بتيجي مالتي، هي اللي كومان كومان في بتيجي الكيدني، وبتيجي مالتي فوكال. مالتي فوكال بتيجي مالتي فوكال، لا بتيجي دايما في البلفيك كاليسيال في سيستم، لان البلبيكال الترانزيشن سيستم. في اليوريتر بتيجي في تاخد البلفيك. اليورتر والبلاتر بالظبط. وبيحصل لها، بتيجي برضه في اليورين بلادر. يبقى الاجابه ترانزيشنال سيل كارسينوما. طيب ماشي، انا ما خدتش بس بالي من حته البلبز ان خدت هو رينال بلفيس. ما خدتش بالي. حتى عامل لك زومنج على اللي يبقى فيها، وده واخد في الايرلي ارتيريال فيز، وده دي الليت فيز. عشان يوريك بس الليجن دور رينال بلفيس. طيب الحاله دي مين الدكتوره اللي معاكي؟ دكتوره مين؟ أنا ريم، أنا الإست، أنا ريم، قولي يا ريم، اللي كانت بتتكلم ريم دلوقتي. ريم. أيوة يا دكتور، أيوة يا دكتور، مع حضرتك. ايوه ريم، اتفضل قول. سي تي سكان ده ريم، في ويز سكان كونتراست، ويز كرونال كونتراست. وأكزيال، في ميورال سيكنينج فين؟ وانهانسمنت في الهول او في ال ريكتو لا في السيجمويد ده السيجمويد دوت تحت ولا هنا؟ ريكتو. لا هنا يا دكتور، ايوه قصدي ده دي سمول باول، دي مش دي غالبا دي سمول باول. معلش يا دكتور. سمول باول، مش لارج. اللارج باول اهي، اللارج تمام باول دي سمول باول. تمام والاليوم يبقى في سكند وول انت شايفاها في الاليال لوب، ديستال اليال واخد لوب لونج للبنت، ديستال اريا لوبس، واخد لونج سيجمنت. تمام. ده في تمام. حاجة تاني؟ ماشي ماشي، في حاجة تاني انت شايفها؟ في في الاكزيال الاكزيا. ايه الشكل اللي مش عاجبك في الاكزيا حتى من غير وصف؟ الدايرة دي، ما الدايرة دي، برافو عليك، صح. ايه الدايرة دي؟ عبارة عن ايه؟ مش عارفة ده انترسبشن بقى ولا ايه، انا مش عارفة. انترسبشن.
طب انا هديك الاجابات واختاري انت. قعدت افكر مش ماشي. العين جايب اكيوت ابدومين ماشي تمام. هل ده مال روتيشن انت السسبشن كانسر كولون ولا كرونز ديزيز؟ انا ممكن هفكر في حاجتين. اجابتين. انا مش عارفه بقيت السمول باول لوبس سكند، ممكن نقول ده لو ده الجيجنال سكند. مش عارفه ده الجيجنال لوبس سكند برضو في السمول باول ولا لا. لا مش سكند، انا اقول لك انا مش سكند. بص يا دكتور، انا ممكن نقول بقى معلش في الكورونال ده كلوز اوبستراكشن. ايوه اللي تحت في الكورونال، في الكورونال اللي تحت دوت بص هو بص انا هعمل لك في اجابتين، يا اما ده مال روتيشن انت السسبشن، تختاري مين فيهم؟ روتيشن او انت سسبشن. ده مين روتيشن في الفين والارتري روتيشن هنا في الانجيو في الكورونال صح ولا انا بتهيألي؟ الميزنتريك فينز، الفينز الارتري والفين علاقتهم مقلوبين مقلوبين ولا انا بتهيألي؟ الارتري ميديال للفين المفروض ولا الارتري مش شايفه؟ ميديال للفين هنا. طب ايه المقلوب الفين ميديال للارتري؟ لا طب في حد العكس. حد عايز يزود عليها حاجه؟ هو ده اللي ده كرونز اصلا. يعني انا فكرت ان ده كرونز، يعني ديستال ايليوم افكشن، والحتة التانية اللي في الأكزيال ديت سكيب ليجن برضو باول وول ثيكنينج، فمشيت على إن هي كرونز. ليه أنا سيتي لونج سيجمنت برضو يا ريم، مش بس العيان. بصي 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 هو قايل لك العيان أكيوت أبدومين، أكيوت أبدومين كرونز ما يجيش أكيوت أبدومين، صعبة. أكيوت أبدومين هو يحطك في اللي أنت سسبشن يا مال روتيشن. أنا فيهم يا محمد؟ أنت سسبشن يا باشا. سسبشن. ليه طيب؟ التارجت ساين اللي جايه في الاكزيال سي تي يعني ايوه واضحه قوي يعني تمام. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا الفيسل يعني الفيسلز اللي هي متصوره هنا هي اصلا الارتيريال بس اللي باين، مفيش الفينس مش شايفه اصلا. ايه تفسير ما انا شايفها دي التارجت ساين تمام معاكم، بس ايه تفسير الميورال ثيكنينج اللي في الاليوم؟ اسكيميا عليه يا ريم، ممكن يكون اسكيميا عليه نتيجة الانترسسبشن مثلا. بس هي بعيدة عن السايت اوف انترسسبشن، بعيد عن السايت. ده سايت يكون ماشي، ممكن يكون تو سيجمنت على فكرة، يكون ممكن العين يكون عنده حاجة وجاله انترسسبشن، بس هي المنظر ده بتاع الانترسبشن. انا معاك يا دكتور، انا معاك. انا في الاول شفت اللي هو دي تارجت ساين وده الفت النص، وقلت ده بيني وبين نفسي ده انترسبشن. مزبوط. انت ملخبطك الحته السكند مش كده؟ ايوه هو ده اللي ملخبطني يعني. بس دي لوحدها انترسبشن، دي انا مش عارفه ما هقول لك بس العيان هو كاتب لك حتى بص اكيوت ابدومين، اكيوت ابدومين لازم تختاري واحد من الاثنين، الروتيشن انترسبشن هي فعلا انترسبشن صح ماشي، مع سكند ممكن يكون عنده اذر ديزيز، لكن هو البرزنتيشن بتاعه جاي اكيوت ابدومين عشان تقولي انترسبشن. لا ممكن يكون على اساس يا دكتور ان دي الليدنج بوينت بتاعت اللي هو اوبستراكشن يعني وكده، فده بقى الليفل بتاع الاوبستراكشن ديستال ليها يعني، ده الليفل بتاع الاوبستراكشن يعني. ممكن يبقى ده دايليتد، قصده بيها ان ده دايليتد باول لوب بعد الاوبستراكشن ميبي. بس هي الفكره هو جاي لك اكيوت ابدومين عشان ما تخرجيش منها. دي انا شايفاها من الاول، بس انا ما بقتش عارفه اربط الاثنين ببعض. ايه عارف هي صح اتلخبط شويه. صحيح عندك حق. قبل الاست ماشي. بص الشكل ده بتشوف كورونا. استنى محمد قبل ما تتكلم، دي واحده بس. الشكل ده انا كنت زمان اشوفه كتير جدا في السونار، تلاقي ضريبه باولوبس في مايلد فري فلويد واخده الابدون وبلفس، والعين جالك في اكيوت ابدون وانت في السونار مش قادر يعني، انت بتهرب في الاخر تقول له ده اي سي تي از ريكومند. فبنشوف كتير المنظر ده في السونار. قول يا دكتور. سي تي كورونال كاتس ريفيل
multiple dilated small bowel loop seen scattered all over the abdomen. The transverse colon is also noted with the normal caliber. And يعني أنا ماشي أطلع مع small bowel obstruction. في minimal free fluid. في minimal في abdominal free fluid. طيب تمام أنا عندك الإجابة صح. في minimal free fluid وsmall bowel كلها dilated ماشي وفيها فلويد جواها لكن احنا مش قادرين نشوف اير فلويد ليفل. هل انت شايف سبب للاوبستراكشن عشان تقول اوبستراكشن في سبب قدامك واضح الدايلاتيشن؟ لا سبب مش قادر تشوف. طيب هنشوف الاجابات. طيب بص هل ده دي واحده بوست اوبراتيف ايليس ولا سمول باول اوبستراكشن ولا بليدنج انت سمول باول ولا ادهيجن؟ اختار مين فيهم. هو انا عندي history of operation يعني انا ما عنديش. ما هو اصلا هو بيخيرك بين الاجابات يعني هل ده المنظر ده ممكن تشوفه بص اوبرات في ايليس ولا ده obstruction. اصلا obstruction لازم تشوف السبب ده سي تي هو كان جاب لك السبب. انا مش قادر اشوف سبب الobstruction. فيش adhesion ما فيش حتى segment ضروت او في ماس ما عامله حاجة. أدهيجة وبايلو أدهيجة شوف أدهيجة مش هنشوف نشوف في إحنا وقت ممكن ما شوفش الأدهيجة بند يا دكتور ليه؟ لو مش إحنا ممكن أوقات في لو الأدهيجة ممكن ما تشوفوش ما تشوفوش الرأس زي كده بس أشوف الهيستوري في أوبريشن لا الأدهيجنز لو عاملة إفكت هتعمل كلوز لوب كلوز لوب لا تعمل سمول باول أوبستراكشن تعمل سمول باول أو بالظبط كده لو زي أبربت لي في حتة واحدة كده أبربت في حتة أنا رأيي أنا مش هقول أوبراتيف إيليس مع الأدهيجن الاثنين ممكن يلغوا بعض لان هم لو في بوست لو في اوبريشن هيبقوا الاثنين صح. اوبريشن حديث هم يلغوا بعض يا محمد. اوبريشن حديث لسه ما حصلش ادهيجن. هي دي بوست اوبراتيف ايليس بوست اوبراتيف ايليس بوست اوبراتيف ايليس في سبب قدامنا غيرها لسه ما حصلش ادهيجن واخد بالك. فهي دي بوست اوبراتيف ايليس فعلا بوست اوبراتيف. تمام دي احلى بس في التعب أو اللي بعد. من عايز أتكلم. أيوة أنا ممكن أتكلم يا دكتور. قولي تفضلي. في عندنا CT chest and abdomen axial cuts with intravenous contrast the arterial phase showing abnormal soft tissue density with lobulated outline seen at the left para-aortic region. هي seen abutting the heart وبرضو عند the lesser curvature بتاع the stomach seen insinuating itself at the between the اللي هي اللي يعني من عند كده الستومك والسبلين. الاختيارات ديت يعني هو انا بين حاجتين يا اما لا ليه طيب طب اجيب لك اختيارات دي الليمفوما بين حاجتين الليمفوما او اللي هو الجست بتاع لا ما اختيار واحد بس ما ينفعش اختيارين. ايوه لا انا بفكر مع حضرتك دي الليمفوما ولا ادينوكارسينوم في جاستروسوفجيال جانكشن ولا جست تيومر ولا مايلو فايبروزيس اكزكس سبريبس. لا دي لا و لا مظبوط الليمفوما لا ولا صح والله ما هو انا بين الليمفوما وبين الجست. طب ايه اللي يغلب بعدها عندها يعني بتالي هي الليمفوما لان هي يعني تحس ان هي مالتيبل ليمف نودز كده ماتت تجازر. لا الليمفوما بتيجي في الـ في الـ في الباول لوب في القصدي في الهول بتاع السمك كله تاخد فيه السيكنينج لكن اللي بيجي بره ده جوه وبره في جزء في السمك وجزء في الجسم السفلي يبقى جست ده هو جست اكتر جسم السفلي جانكشن وفي السمك الاثنين يعني جست في جسم السفلي جانكشن وجست في السمك هو ده الاوقع تمام. والليمفوما بتاخد انهانسمنت عالي شويه حتى في الارتيريال صح جاي من الحاله اللي بعدها بحالة حلوة اللي يلتقطها يبقى كويس شاطر.
الابنورماليتي ايه الموجوده في حاله؟ ماجد ما دخلش في الابدومين المسلز. ماجد ما دخلش. اقول انا يا دكتور؟ لا مش انا موجود بس الصوره دي. ماجد اه ثانيه طب خلي ماجد يقول. قول يا دكتور ماجد. ماشي باش لو لا طاط يبقى ممتاز يا ماجد. انا تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اكزيال وكورونا السي تي كات وسكوندراست. ايوه انا شايف ان في النت عندك وحش يا ماجد. ثانيه واحده ثانيه تعيد النت بس مش سامعنا. سمعنا انت ليجن دي سوفت تشو فين؟ في ليجن في فين الليجن؟ انا سامع حضرتك بس سامعني كده. كده سامعني. ليجن موجوده في الميزنتري. في الميزنتري تعرف شاور عليه؟ طيب ما انا هي موجوده ناحيه الليفت كده يا باشا. اقول تحت الانتر عبد الله موجوده على طول. دي يا باشا دي اللي تحتها اللي تحتها هي دي يا باشا. طب دي موجوده فين؟ مش في الميزنتري دي في حاجه ثانيه. ده في باول لوب سمول باول لوب صح. هو اللي ليجن فعلا صح. برافو عليك. يبقى ده في الجينا لوب. فينها في الكورونا؟ طيب على الناحيه الليفت هي دكتور اللي هي فيها كالسيوم. ايوه فيها حته هايبر دينس. مش عارفين ده انهانسمنت ولا كالسيوم. هنا هي يا باشا. ايوه هي الناحيه الليفت هي دي. ايوه هي دي يا باشا. كويس عرفت. يبقى في انترا ليومينال ليجن موجود في. لا هو كان مش شايف فيها زي شايف فيها انترنال هايبر دينس كمان يا باشا. ما هي هايبر دينس وفيها حته هايبر دينس. ما اعرفش ده انهانسمنت ولا كالسيفيكيشن. وفيها يعني انترنال هايبوديسس كمان يا باشا. هل دي فات؟ مش هتفهم انترنال. طيب ماشي هديك انا الديفرنشال وانت اقوله بقى. ماشي هل دي فاريسز سمول باول كارسينويد تيومر سمول باول جيست ولا انجيو ديسبليزيا؟ والله يا باشا الانجيو ديسبليزيا بتبقى لا بتبقى ديسبليزيا عشان تبقى فاز شكلها انجيو ديسبليزيا. شكلها انجيو ديسبليزيا. طب مين مش شكلها انجيو ديسبليزيا؟ لا مش انا يا دكتور ناس سمول باول ولا فاريسس ولا فاريسس. دي سمول باول دي كارسينويد تيومر دكتور. كارسينويد. هي كارسينويد او جيست؟ هي كارسينويد. لان الكارسينويد بشكل اشهر اشهر مكان للكارسينويد مكانين السمول باول والابندكس. الابندكس تمام. هي كارسينويد فعلا صح. برافو عليك. ومش منظر الجسم يا باشا الجس بيبقى كبير عن كده بيبقى صغير. يبقى كبير يا باشا والانهانسمنت بتاعه بيبقى اقوى من كده. بيبقى اقوى من كده. هي كارسينويد. دكتور عبد الله ازي حضرتك يا باشا؟ يا احمد ازيك فينك؟ الله يخليك. الحمد لله بخير يا بيه. الحمد لله رب العالمين. الرايت ريكتس ماسل يا باشا. الرايت ريكتس ماسل فيها ابنورمال هايبو دينستي. ديه مش مشكله. فاتي انفلتريشن بس مش مشكله. لكن هي الباثولوجي ده صح. لو كان ده منور شويه كنت بفكر في الاندوميتريوزز. لو كان بس ديفرنت سيجنال انتنس. بس هو جيب لك الاجابات يعني. بس هو كارسينويد اكتر فعلا صح. هو سمول باول كارسينويد. الكورونا الحلها يا باشا لانها انترا اليومنا. لو كان احمد فعلا لو اجزل بس وقريبه شويه من الانترا ابدومنا لون نقول اندوميتريوزز فعلا يعني. لو هي قريبه شويه من الانترا ابدومنا لون. لكن دي انترا اليومنا. الانترا اليومنا فعلا تمام. دي انترا اليومنا الكورونا وضحها يعني. ماشي احمد قول لنا الحاله دي. شكرا يا دكتور عبد الله. شكرا. اجزل سي تي سكان ولا سي تي كلر؟ الباثولوجي انت شايف فين عندك ديفرنشال دياجنوز؟ ما تديني يا باشا الديفرنشال على طول يا باشا. ده اقول لك الباثولوجي بقت طريقه سهله. ثواني بيها. ال الباثولوجي اللي انت شايفه ابنورمال في الحاله هو هو هنهلك في البورتو فينس فيز عشان يوريك ال الانهانسد ليجن. عشان يا باشا الليفر اوكي السبلين اوكي البوث كيدنيز كويسين البنكرياس تيلو يا باشا التيل اوف ذا بنكرياس شويد انتنسلي انهانسد ليجن تيلو بنكرياس بس تيل بنكرياس انتنسلي انهانسد ديليد بقى ديليد انهانسمنت في هو ده التيل اوف التيل اوف ذا بنكرياس تمام. ديك ديفريش ده ينفع اكسسوري سبلين ولا بنكرياتيك ادينوكارسينوما ولا بنكرياتيك نيورو اندوكراين ولا ميتاستاتيك رينال سيل كارسينوما؟
والله يا باشا انا كده مع طبعا الاكسس. طب خلينا اكسس مين؟ لا ليه؟ لا لانها مش ديفرنت انهانسمنت. مش ده مش نفس البنس بتاعت السبلين وديفرنت انهانسمنت. انا يا باشا والبناء ينفع بنكرياتيك؟ طب نشوف الاول البنت ما تنفعش لانها بتاخد ارتيريال انهانسمنت. البنت بنكرياتيك النيرون ديكراين تبقى ايرلي شويه مظبوط. الميتاستاتيك رينال كارسينوما برضه انا مش شايف برايمري اصلا عشان اقولها، فانا مع الادن كارسينوما لان هي بتبقى ممكن تبقى هايبو فاسكولار. مش ممكن تبقى دي بتبقى ماس في الكيدني بس هو مش هي مش لو كده. يا باشا والله يا باشا ممكن في يا باشا الرينال هايلم يا باشا شويه انكروتش فيها حتى الرينال هايلم اوبليتريتد شويه يا باشا في السي يبقى دي كده. بس بصراحه رينال سيل كارسينوما غالبا متاس مع دي كانت هتبان اكتر في الترايفيزيك بقى. الترايفيزيك يبقى دي ميتاستاتيك من ال رينال سيل كارسينوما. مين اللي بعدك؟ مين اللي هتكلم بعدك؟ مش عارف اقول برضه يا باشا. قول طبعا تقول احط لك ديفينش انا مش مشكله. برضو انا شايف ان في يعني سايزبل انترا ابدومينال هايبو يعني نون انهان سيستيك ليجن هايبو دنس سيستيك ليجن واخده كده فينت انهانسمنت مظبوط تمام كده وفيها مالتي لوكولر فيها سيستيك تشينجز وسوليد كومبوننت مينلي سوليد من مينلي سوليد ويز يعني سيستيك تشينجز بارشلي سيستيك ميوسن سيستيك نيوبلاز اي بي ام ان ولا سبين ولا سيرس سيستيك سهلة دي شفنا منها حالات كتير. يا باشا دي هنقول عليها ال رقم 3 رقم سي يا باشا الصوره البابيلاري مثل النيور مثل سبين تيومر. ايه يا جماعه في ماشي 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 الله يسامحكم يا جماعه الله يسامحكم. لا خلاص مش هتكلم خلي الراجل يتكلم. رقم 3 سبين ماشي يا باشا بس الكلو بقى حد يقول لنا الكلو بتاعه ايه الكلو؟ انا مش عارف ليه مش سبين. طيب اصل هي سبين من الاي بي ان سايز انا مش هتفهم هي مش سبين بصراحه هي رقم اي بي اي بي اي بي ام ان اي بي ام ان عشان هي السبين بيبقى سيستات صغيره شويه هي بيبقى شيء بيبقى فيها سوليد كوب بس حضرتك دي فيها سوليد كومبوننت. هو يعني الاي بي ام فيها سوليد كومبوننت الاي بي ام ان مينلي سيستيك ماسز ميلي سيستيك ما هي بتبقى بانش الاي بي ام ان يا دكتور بالظبط ما سيستيك سيستيك ناس هي طيب اما الضغط اللي هو الضغط اما انترا ضغط يا باشا انترا ضغط انترا ضغط تيومر دي ما تجيش كده لكن السبين حضرتك يا دكتور دي سيرس دي سيرس سبين بيبقى معاها بيبقى معاها سوليد كومبوننت حضرتك ممكن تمشي اما سيرس سيستا دينوما او دي سيرس سمول سيست بالظبط كده سوست تيشو معاها سمول سيست مينلي سوليد دي مينلي سوليد دي سيرس لان النيوسا تبقى لارج سيست لكن دي سيرس يا دكتور ما انا بقول لحضرتك عشان كده هي الكالسيفيكيشن بتاعها في البريفرال في البريفرال سبين سيرس سيستا دينوما. طيب في حد عايز يزود حاجه فيكم؟ هي سبين انا شايف ان هي سبين ماشي. طيب اسبن مين في حد كان فيكم مذاكر بنكرياس كويس؟ دكتوره مين؟ انا. ايوه انت قولي لنا. طب دكتوره هي فيها حاجه من كل حاجه يا دكتور صراحه يعني هي فيها من السيرس ان هم سمول سيست والبانش اوف جريب بتاع السيرس سيست ادينوما والسيستات الصغننه تمام بس ما فيهاش من السيرس حته السنترال سكار وكده وبعدين السيرس ما بيبقاش فيها برضو الانها انا مش عارفه ده عشان ويز فمش باين هل ده كالسيفيكيشن ولا ده ولا انهانس انا مش قادر احدد فده اللي اجينست السيرس لا هو كالسيفيكيشن هي كالسيفيكيشن فصائل فيها كم كتير غالبا شكلها ممكن كالسيفيكيشن فصائل لانها ثابته ده كالسيفيكيشن يبقى سيرس لسه قديم سيرس بعد سيرس بالنسبه للاي بي ام ان ما فيهش ضغط دايلاتيشن يعني ما فيهش ضغط دايلاتيشن لازم يبقى فيه ضغط دايلاتيشن الميوتينس اكتر سيستات كبيره وعددهم اقل من كده عددهم اقل من كده السبين هيبقى فيه اكتر انهانسمنت اقوى من كده مظبوط هي غالبا سيرس سيستم فعلا. بص حضرتك في صوره هي من على النت هي زيها بالظبط ابعتها لحضرتك على الجروب ابعتها. طيب ماشي ماشي مش مشكله.
تمام. طيب هناخد الحالة دي حد يتكلم قول لي يا رضا اوصفيها بس وهنقول ديفرنشال اقول لك احنا ديفرنشال. انا شايفه في طبعا سي تي اوكي شايفه كده ويل ديفاين سيستيك ليجن انا حاسه سيستيك لا مش سيستيك يعني حاسه الايكوس بتاعته يعني مش 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 سوليد يعني حاسه يعني مايله على فلويد اتنويشن يعني مش فلويد ممكن يكون بقى ميوسينس ممكن تكون حاجه لكن مش حاسه سوليد. في ليجن موجود فين واخد فين الليجن اللاترال ريكتس ده ليجن اللاترال ريكتس في المصل سوس قصدك سوس سوس المصل يا دكتور اللفت سوس مصل حس اللفت سوس مصل هيماتوما مثلا اورجانيزم اللفت سوس انا مش شايفه مش شايف اللفت سوس ماشي ده دقيق اللارج بقى هنا بقى عامل ديسبليسمنت للفيسل ناحيه اللفت طب ده ده انهانسنج يا دكتور ده بالانهانسمنت انهانسمنت ده بيوز كونتراست طب ماشي هو فيها حته طول كده انهانسنج شويه في البرايفت ما مش واخده انهانسمنت لا مش حاجه شويه طب بص دانيلو فيبروما ليمفوما لايبوساركوما ولا سوس بليدنج لا بص يا دكتور مش لايبوساركوما طبعا ماشي اوكي لايبوساركوما مش فيت وبعدين هتبقى مش انهانس مش هتيجي انهانس مش انهانس ليمفوما برضو مش انهانس غالبا ده سوس هيماتوما هيماتوما سوس بليدنج العينين لسه الله شايف حاله ده انتيكواجيلانت يا دكتور ايوه انتيكواجيلانت كان واخد كواجيلانت وجاي كده بسويلنج وظهر فجاه كلاسيك المنظر بتاعه ده المنظر بتاعه فعلا ده سوس بليدنج فعلا بس الهيستوري مهم قوي فيه لو انت عارفها يعني ماشي هو قال لك في اثنين مصل بيحصل فيهم الهيماتوما دول في الانتيكواجيلانت اللي بياخدوا انتيكواجيلانت دي والريكتر شيس مصل هيماتوما دول كلاسيك فيهم الاثنين انتيرول تمام بدي اقول احمد نجار سوري يا باشا ايه يا باشا حضرتك سوري بصوص ايه ماشي بقى كريم انا شايفه بيه بصوص الحاله دي احمد شكر كل اي نعم بتقول بخصوصيه سامعك بتقول بخصوصيه اهو لا لا يا باشا لا اللي كنت بعمل ظبط الصوره الصوره تمام ده ده ساجيتال ايمج ساجيتال سي تي ساجيتال سي تي ساجيتال سي تي ريفورمات الايمج تمام اوكي انا شايف ان في هايبو دنس يعني اوفال شيبد ويل ديفايند ماستيجن السين ايزون ايزو دنس كده بوستيرور للابر انتيرور ابدومينال وول انتيرور لل او ريليتد للانتيرور قولوا في الستومك بس ده اللي قريتها كيرفيتش بس عشان السيد وده اللي صار كيرفيتش ايوه تمام كده باشا فهي ده عامله ايه ضغط عليه طيب قول لنا الديفرنشال ده دي دوبليكيشن سيست جاستريك جيست ولا ليمفوما ولا جاسترايتس يا باشا هو اول حاجه في الـ في الـ في البري جاستريك ماس الاكسوفيتيك ديت لو هي بس انا كنت محتاجه اطمن ان هي طالعه من الجاستريك كول هتبقى الجيست طبعا لو طلع من جسر كول تبقى الجيست تبقى الجيست اولا هي ما هيش سيست ما هيش ما هيش سيست ما هيش دنس بتاع سيست مش لمفوما ومش جاسترايتس وبالظبط كده ايه فعلا جيست وان كان يعني بس مش عارف ايه البيرينا اللي شكله بارشال فوليوم من حاجه حاجه بيرينا لا 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 ده بارشال فوليوم عشان الصوره ده سهل ده يعني اسم ده ولا بص ده نحط له ديفرنشال ايه العيانين اللي بيعملوا كروناري بتاع ده في سودو انيوريزميا سودو انيوريزميا فيمور ارتي دايسكشن لا فيمور ارتي سودو انيوريزم ميكوتيك انيوريزم ولا فاسكولايتس لا هو فيمور ارتي سودو انيوريزم عشان في هيماتوما حواليه في اورجانيزد هيماتوما حواليه مظبوط صح ده بيجي ده بالكومبليكيشن العيانين بيعملوا ايه استارا كاسترايزيشن انجلاس ادكت او دراج اكت ممكن تيجي فعلا العيال بياخد ابيوزر مظبوط ادكت ايه الابدورماليتي الموجود هنا طيب قدام ميزنتريك انجيوغرافي سبيرو ميزنتريك ارتري مظبوط شوينج ماركت تيبرنج للاركيد مظبوط اللي هي على الرايت سايد اللي هي ال الجزء ده تمام كله فيه ماركت تيبرينج ماركت تيبرينج الفيسل كلها هتلاقي فيها
بس في اي ديفرنشال ليه ولا هديك انجيوبس كده سيستميك لوبس ولا ارتريت سينودوزا ولا اي في دراج ابيوزر ولا كارسينويد سندروم. كارسينويد سندروم يعني لا هتبقى صعب انها تكون كارسينويد سندروم. انا مش شايف قدامي برايمري شايف برايمري تمام. اي في دراج ابيوزر صعب يأفكت برضو ان هو هيأفكت في بيبي الابيرنس. لا ثانية واحدة يا دكتور هو عمر لما وصف غلط اصلا هو في بيدي الابيرنس اصلا ده مع بيدي على الليفت سايد بس هو رايت سايد الناحية التانية مزبوط هو ده اللي نفسه. طيب ماشي اي والله انا كنت هقولها والله يا ريم هو الرايت فعلا هو صح. انا كنت مستني اقول ده ما قالهمش في بيدي الابيرنس ممكن تبقى لا هو البيدي الابيرنس تمام ده البولارتايت سندوزا فعلا صح تمام. يعني هو سيستميك صعب يعمل البيدي دي يعمل الاسكيميا بس ما مش البيدي دي ابيرنس. لا حتى يا دكتور لو من غير البيدي دي ابيرنس ده هو زي ما عمر قال لو في جاست تابرنج في كل الفيزل فدي حاجه معناها ان هي باسكولايتس باسكولايتس بولي ارترايتس بالظبط حاجه في الفيزل سيستميك لوب بس بيعمل ارترايتس. يا رضا هو يا ريم تقصد ان باشا ان 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 الاوكلوجن لوحده ده ممكن يبقى امبوليك لكن معاه البيدي ده معناه ان في فاسكولايتس فالاوكلوجن ده كومبليكيشن من الفاسكولايتس. يا ريم قصدها ان ده السيكول يعني ان في فاسكولايتس وكومبليكيتد باوكلوجن غير ما يبقى اسكيميك بس يبقى ممكن امبوليك. صح تمام فعلا بالارتريس ندوز فعلا بالحاله دي الابنورماليتي فين موجوده من الاول ميزنتريك ده ميزنتريك ماس تو ميزنتريك ماس موجود ميزنتريك ماس وكالسيفيكيشن وحواليهم ادجيت فيد بلينز بس غالبا جوه سمول باول مش كده مش قادر نحكم يا باشا بصوره واحده غالبا في حواليهم ديزمو بلاستيك رياكشن جامد جدا بتاخد البريفرنس كارسينويد مظبوط صح كارسينويد ابن سايز لا لينفوما لا كرونز لا هي كارسينويد. طيب ده انجيوغرافي سي تي انجيوغرافي للابر ليمب ايه الابنورماليتي الموجوده في سب كليفيان في انيوريزمال دايلاتيشن. ايوه لا هو مش هو ده اللي مش انيوريزمال بس في ديكتيزيا يعني هو لا لا ممكن انوريزم ممكن تقول عليه انوريزم كبير شويه بالنسبه للصور لو انت قست المقاس بتاعه شويه هو اكتاتيك هو اكتاتيك يعني طيب ماشي يبقى في الليفت سب كليفيان اكتاتيك. طيب ثانيه واحده نحط الديفرنشال بس بتاع الديفرنشال بتاع فاسكولايتس ولا دراج ابيوزر انترفين دراج ابيوزر سب كليفيان ارتر انوريزم ولا ايلر دانلوس سندروم. هو لو ايلر دانلوس كان هياخد كذا ارتري هو ده كولوجين فاسكولار ديزيز ولو فاسكولايتس انوريزم يعني انوريزم سب كليفيان فعلا صح. لو ايلر دانلوس ياخد كذا حاجه لو فاسكولايتس برضه افكت كذا فيس ده انيوريزم تمام. طب الحاله دي حلو اللي يقول هيبقى كويس. قول يا ماجد فايبروزنج ميدياستاينايتس يا دكتور. لا اوصفي يا دكتوره وهنديك الديفرنشال حاجه. طب قول يا مي ايه اللي موجود صح قول اتفضل. في سوفت تيشو دينستي دوت ايوه موجوده فين اراوند التراكيه والسوفيجاس برضه السوفيجاس السوفيجاس مش تراكيه ميديا ستاينم هي سوبر ميديا ستاينم او السوفيجاس مظبوط السوفيجاس غالبا نارود برضه مع نارود. طب الديفرنشال ده اورتيك دايسكشن ميديا ستاينايتس سوفيجال كانسر ولا اسوفيجايتس. ممكن تمشي ميدياستاينايتس وممكن تمشي اسوفجايتس او اسوفجايتس بس اسوفجايتس ما تعملش الرياكشن حواليها جامد قوي كده الرياكشن جامد كده يا ميدياستاينايتس يا ميديا حاجه من ديستاينال على كبير وبنكافه غالبا دي ميدياستاينايتس اكتر. عبد الله معلش يا باشا بس الحالتين اللي فاتوا ان انا النت عندي قطع بس قاعد ابص عليهم. طب عندك والله طيب ماشي ما عشان كده مش كنت عارف اخش بص دي سبت احنا بنقول يا ماجد عشان كده من كلمه دي سب كليفين ارتري انوريزم يا ماجد كليفين ارتري والحالة اللي قبلها دي كارسينويد برضو في السمول باول اتنين كارسينويد ماشي تمام كده بقوله لا ما جينا تقولش دي الحالة اللي قلنا في الدكتورة قالت خلاص انا بصيت عليها قريب
قالت فيها فعلا وصفتها كويس فعلا. واحنا قلنا فعلا دي لما تيجي تحسبها دي ميديا ساينتس اكتر لانه معاها ايه الفيسل نرويد، فعلا هي ميديا ساينتس اكتر من بس يا باشا يعني. بس يا باشا حضرتك الاكزل صور الاكزل مديها هايبو دينستي كده يا دكتور عبد الله، بس ميديا ساينتس من غير كوليكشن بتاعت يا باشا النكروتيك ليمف حضرتك شايف كده في الهايبو دينستي. بص يا جماعه ميديا هايبو دينستي بتاعت الليجن الوحيد اللي بيجي في سوبر ميديا ساينم وان كيس البيتس والاورطه والبتاع البيتس اللي فوق دول هو الميديا ساينايت والاستوفيجس دي سبوت ده ميديا ساينايت. ميديا ساينايت يا ريم يا ريم زمان هو انكيسنج فين يا ريم؟ بس معلش هو انكيسنج فين؟ لا يا جماعه مش انكيسنج يا دكتور، هي مش انكيسنج يا دكتور، يعني بص في الاجزاء يا دكتور مش فلويد كولكشن يا باشا كده حوالين الميديا ساينم ولا حاجه، مش انكيسنج الفيسل الفيسل كلها نرويد. هي بعيده عن البيت يا دكتور، هي بعيده عن البيت البيت طب دي واحده بس يا رضا دي واحده بص اورتك ده سيكشن ما تنفعش مش هينفع. لا دي ما تنفعش اسوفجيال كانسر، لا مش اسوفجيال كانسر مش مكانه اسوفجيتس ما تبقاش اكستندد كده قوي، فهي يعني اقرب تشخيص ميديا ستاينيتس اكثر. ماشي هي حال ميديا ستاينيتس تبقى ليميتد سوبيري، لكن هي ممكن تبقى اكستنسيف وتلاقي كل الميديا ستاينم. هي هو التفسير الوحيد انها ممكن تكون ميديا ستاينيتس اكستندنج من حاجه جايه من النك يعني مظبوط، لو الريتروفارينجال ابسس او حاجه راح عامل لها ميديا ستاينيتس. تمام ماشي، لان دي حته دي رضا دي حته اسمها دينجر زون، دينجر زون بتاعه النك. لا يا جماعة دي الميديا ساينيتس اللي هي ليها علاقة بال يا ريم يا ريم في حتة اسمها دينجر زون ما بين الإيلر فاشيا وما بين البريفرتبرا، ما بين البريفرتبرا الفاشيا، فده بيبقى اكستندنج انفكشن نازل منها عليها. لا هي ممكن ليها كذا سبب يعني، حاجة امينوجلوبولين برضو فيها ريليتد، مش لازم تبقى برضو انفكشن. بس هي لا مش مشكله احنا مش هنقول ندخل، بس هي الاوقع حاجه من ديستاينيت تشخيص. ماشي دي سهله دي برضو نشوفها كتير العيارين احيانا، انت عارف الانجيوغرافي دلوقتي احيانا بيعملوا ابر ليم ده انيوريزما برضو انيوريزما طالع في البريكيال ده بريكيال ارتري انيوريزما بريكيال ارتري دايسكشن ولا يا باشا ده معظمهم ترانس ريدل دلوقتي يا باشا الشاطرين الشاطرين كويس قوي الشاطرين كويس بيشتغلوا ترانس ريدل ليه بس. طيب يعني ده جديد ده. عشان يا باشا اولا مفيش كومبليكيشن، العين بيبقى ايده مرتاحه بيبقى على الترابيزه بعد العمليه في الاورطه بيخافوا بس عايز واحد يتعلم كويس يعني عشان يقول بس كمان انت عارف في دكتور عندنا استاذ بتاع انترفينشن والله عملوا له قسطره في القلب من يومها عملوا له رجل وقالوا كان دايبيتك وقالوا اسكيميا وعمل بامبيتيشن لا يعني الترانس ريدل يا باشا حياته يعني كلها اتغيرت يا عيني بسبب الترانس ريدل. انا اعرف حد لسه عامل ترانس ريدل كاس خطيره بصراحه بيمشي بعديها على طول كانه خد حقنه في بيخرج بعديها بالظبط كده بس هي عايزه اكسبيرينس شويه مش كده؟ ناس شاطره ده دايسكشن الترانس في مرض دي لعنه اصلا لعنه سودو انوريزم ولا سبازم ولا سوفت شاركوما هو سودو انوريزم مظبوط سودو انوريزم. طيب ماشي ده سهل ليجن ده موجود فين؟ الاسبلين الاسبلين اللي معانا الاسبلين الكمارتوما لا ده سبلينك سيست رايك يا باشا باشا سبلينك انفرشن ابسس ولا انفرشن ولا انفوما ولا جوشر ديزيز وفي باتش سبلين وميجا حاسه انفرشن اتربى وانا حاسه انفرشن برضه ايه اللي هنا ده لا الانفوما الانفوما يا جماعه الانفوما بقى الانفوما اكتر يعني اللارج سبلين وفي بارا اورتيك ليمف نود كده ماتت مالتيبل بارا اورتيك ليمف نود ماتت هم اكتر شويه ماشي ايه الانفوما هو وجود الليمف بس يا دكتور هو في هنا حاجه شويه برضو مع الانفوما مع ان انا رايي ان هي الانفوما مفيش انهانسمنت خالص في السبلين ده مفيش انهانسمنت خالص في السبلين مش بس الانهانسمنت الديستريبيوشن كمان يا دكتوره مفيش الليمفوما هتوصل للسيرفيس كده ومفيش جلوبيول المنظر مش منظر ميس قد ما هو منظر حاجه مش منظر يعني ده صعب قوي انها تكون سبلينيك ليمفوما يعني اوكي لو قلنا ان هي انفاركشن ايه بقى تفسير الليمف نودز ده هي اكتر انفاركشن لانها ويدج شيبد يعني لانها واخده ماشي الليمف نود موجوده بره اورتك طيب حظه بقى ابن حلال طيب انت بقى ابسس بقى وده رياكتيف ليمف نود يعني لو انتوا لا انا شايفاه ليمفوما طبعا بس في سمادجنج الفات بالين يا دكتور ممكن تمشي برضه نوكس بلينك ابسس ده كله وده ليمف نود معاها
الاكشن لا لا شايفه هي الامبروفمنت بتحس. بص بص في 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 جاز في جاز كير دينستي مش مع انفكشن اصلا يا باشا، مش مع انفكشن اكتر. ده ابسس ودي لينفنود معاها وفيها نكروز ماشي، حتى في هواء داخل جوه الابيلياري بتاعك ده غالبا سبلينيك ابس ماشي، في رياكتيف البلورال افيوجن على الليفت سايد، في رياكتيف بلورال افيوجن على الليفت سايد ابسس اكتر حاجه ماشي. انا في المحاضره هخلص واكلمك. ابدا ايه لما نيجي نصف دي كيدني ولا ده لسه هيوج سبلين ده مكان سبلين وسست كده ما نقدرش يا باشا، او ممكن حاجه يا باشا ريتروبروتينيه الحاجه هيوج ريتروبروتينيه، احنا مش عارفين فين، احنا مش عارفين من الصوره دي كده السايت اوف اوريجين فين بس هي سبلين ريتروبروتينيه. طب ده ريتروبروتينيه ولا انتربروتينيه؟ هو ده السؤال. لا ده ريتروبيريتونيال لان هو زائد طيب. زائد كل الباول كل زي كل حاجه بليسنج كل حاجه شايف السبلين قدامه زائد بلاد كل حاجه من جوه ريتروبيريتونيال ستراكشر. طب الدينستي دي فيها فات ولا ما فيهاش؟ فيها فات، فيها حته فات، فيها حته فات، فيها فات وفيها كالسيفيكيشن لايبو ساركوما. يبقى ديفرنشال جاستريك جيست ولا ريتروبيريتونيال لايبو ساركوما؟ ريتروبيريتونيال لايبو ساركوما مظبوط صح. دي سهله كلكم تعرفوا من الديفرنشال اللي احمقت فيه الاتش شيب ده يا باشا في الفيرتيبرا كسل يا واد شيخ علي كسل ماشي بص هيتلخبط بس بنتكم مالينكتوبي ده تي في ده ولا ايه ولا سيكل لا هي سبلينك. بص سبلينك انفارشن صح لو قلناها بس بالباقي مش سبلينك انفارك سيكل سيل عارف 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 والله عارف عارف بس انا هنا الاوسيودستروفي بتدي لنا انظار ده ممكن تمشي مع الفيرتيبرا الليمفوما لا هي سيكل سيل انيميا فعلا اتش شيب فيرتيبرا وبيحصل اوتوسبلينكتو معاها فهي التشخيص بتاعها سيكل سيل اوقع من الباقيين دول ماشي سيكل سيل ومعاه سبلينك انفارش فدي سيكل سيل انيمال اتش شيبد فيرتيبرا دي دنستي زايده اتش شيبد فيرتيبرا لكن رينا الاوسيدوستر بتدي منظر الفيرتيبرا ما تديش السبلينك سبلينك انفارش يعني يدي منظر بس ما يديش الفيرتيبرا لكن بيدي الاثنين هو مين السيكل سيل ديزيز دوت حد يتكلم ونقول لك ديفرنشال يوسف يقول لنا قول لي يا احمد النجار انا شايفه بيه مالتيبل هيباتيك تايني كالسيفايد فوساي يعني دي اولد جرانيلوما مش جايبين لك جرانيلوما ما ماشي بقى ناخد واحده واحده نبدا بالليبر على السنوال دي تمام ده انهانس بص عطيه كلها مع بعض استني يا مي طب لا خلاص لا اتكلمي بقى يا ريم لا انا مش عارف قول يا احمد قول قول في يا باشا البوث كيدني يا احمد البوث كيدنيز انلارجد 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 مظبوط والفات اللي حواليهم في انديستينجت اوت لاين مع بيرينيفريك سمالجت فات والانهانس بتاعهم مش مظبوط يعني انت لو تلحم في الارتيريا ده تشوف كورتيكو بضل ديفرنشيشن يعني فيها بور يعني الى حد ما بروك انهانس. طيب الديفرنشيال دي اكيوت بالونوفرايتس تو ايرلي ارتيريال فيز اوف رينال انهانسمنت والاكيوت رينال فيلير ولا رينال انفاركشن؟ لا دي اكيد بيرينفرايتس اكيد بيرينفرايتس ليه طيب ايه الكرايتيريا تقول اكيد الانلارجمنت مع البيرينفرايتس ستاندنج بيرينفرايتس بيبقى الانلارجمنت والبيرينفرايتس ستاندنج والانهانسمنت الثلاثه دول يمشوا مع الاكيد بيرينفرايتس تمام بس رينال فيلير لا ما يديش المنظر ده ولا رينال ريفرش ينفعش ما بيبقاش البنكرياس كان واخد نظري بس البنكرياس الاول في الاول ما بصيت على الصور كان واتروفيك تحس واتروفيك كده بس في كده في التيل كده هايبودنس ليجن فكنت عمال هي دي اول انتربريت الفايندنج دي. طيب ريم قول يا ريم الحاله دي ما بعرف بقول على طب قول هدخل مع ريم بقى في الحاله دي على طول لا ما تخش هتقول يا بس ما بعرف بقول الكومبس تايم بتاعت اللي هو الكوم ساين بتاعت اسمه ايه ده اولسيراتيف كولايتس وكرونز كرونز ديزيز ايوه خدناها حاله زيها المحاضره اللي فاتت ايوه الكوم ساين دي فعلا بتاعت طيب ادي الديفرنشال بتاعها ابنسايتس كرونز اسكيميك باول كارسينوم تيومر كرونز ديزيز كرونز ده الكومز ساين الاوريجينال والاليا لوبس فيهم سيكينج بس الصور حلوه يا عبد الله الصور دي فيها اكتيف الصور حلوه الصور ما بتجيش حلوه او كده ما بتجيش حلوه كرونز دي
الماس دي موجودة فين؟ ايه الديفرنشال بتاعها؟ في ماس موجودة في الرايت هيبوكوندريا رايت رايت سوبرارينال. اه طب دي بص هيباتوما فيو كروموسايتوما برايمر ادين كارسينوما او البنكرياتيك الكانسر. فيو كروموسايتوما اقرب يعني. هي هتمشي اكتر لا عشان كالسيفيكيشن هي فيها كالسيفيكيشن. بص هي 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 الاول ادرينال ليه؟ لان زق الاي في سي. ما زق الاي في سي قدام. يبقى ده ادرينال ولا هيباتيك ولا رينال ماشي؟ ولا بنكرياتيك. يبقى دي ادرينال. هي ادرينال بس تكون هي دكتور مش انفلتريتيف ولا اي يعني مش واخده الحاجات المالجنانسي مش هتبقى كارسينوما. هي في كروموسايتوم. اه في كروموسايتوم ولا برايمري كارسينوما؟ لا لا انا شايفها باشا ان هي برايمري ادينا كارسينوما يا باشا. لا لا سبب واحد. لا لا معلش الحجم ده الحجم ده يا حجم يا باشا الكارسينوما بتوصل لارج سايز في كروموسايتوما لا مش كبير قوي. ثاني حاجه يبقى تروش راس النهار سميت بقى سنتر بريك داون جامد. لا كل ده مع الفكروم ده ماشي اكتر مع البرامج ادنا كان لا في كروم بس هي ماجد هو بس اللي اجينست ان هي ما فيهاش سوفت تيشو كومبوننت جامد يعني هي فيها عامله شايف ان هي ادنا هو المارجن بتاعها ماجد فعلا المارجن بيبقى يا باشا دي يا باشا يا باشا الرينا سيكرسون ما توصلش للسايز ده من غير ما بالعكس ادرينال قصده ادرينال يا ادرينال مش ادرينال لا وبرضه في كروموسوم مش انا معرف في كروموسوم هي لا هي في كروموسوم. بص يا ماجد مع الكبر الحجم بتاعها ده مش عامل انفلتريشن لحاجه. لو في يوم كانت تعمل انفلتريشن للليفر لكن مع الحجم والله بس شايف حالها النهارده اختها والله قادرين كارسينوم. ايه يا دكتور الفيو كروموسوم ما توصلش الحجم ده اصلا ما توصلش الحجم ده بالعكس يعني ممكن تمشي. لا يا جماعه هي يوجوالي لارج وهيدروجينس فيها اريا اوبتست طيب ونفروزت ونفس المنظر دوت و10% كالسيوم مش هنختلف يا جماعه مش هنخسر لبعض عشان الحال عادي ادرينا عادي كل الحالات خطره هي فيهم كروموسايتوما فعلا يا باشا باشا معالي الباشا يا باشا الحاله تقول على باشا احنا موافقين عليه ماشي طيب احنا عندنا دكتور عبد الله دكتور عبد الله مش هنلحق بين امتحان الامتحان بتاع حضرتك ما عايزين ناخده النهارده ناخده نخلص لا 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 احنا مش عايزين مش عايزين نسقط مرتين يا باشا ما عشان تتدرب عليه انت حر بقى نيورو انتريك سيست يا دكتور بص بص دي سيست موجوده مكانها فين بص ارحمينا يا بنت شويه ادرينال سيست جاستريك دوبليكيشن جاستريك دوبليكيشن سيست ولا جاسترو ولا سيروس سيست ادينوما في بنكرياس ولا سيستيك نيورو لا جاستريك دوبليكيشن جاستريك ادينوما سيستيك نيورو اندوكراين طب ليه جاستريك والله يا دكتور هي تحتمل كذا حاجه باول. لا لا هي واخده صامب بالظبط كده ما صامب اوف باول ده نفس يعني الميكوزه بتاعه الباول بالظبط وسيمبل سيست والبول بتاعها نفس فين الميكوزه بتاعه الباول يا ريم ريم البول بتاعها ايه البول بتاعها فين الميكوزه البول بتاعها فين الميكوزه اصلا دي جاستريك دوبليكيشن ماشي إيه صح انت قلتي كلمه صح انت قلتي الول بتاخد الول بتاعها بيبقى واخد الصامب برينت بتاعه الجاستريك ميكوزا دي فيها جاستريك ميكوزا سوري انا مش شايفاها فين باول ميكوزا باول الجي اي ميكوزا عموما ده بتاعها ده ايوه الجي فين فين الميكوزا بتاعتها فين الميكوزا بتاعتها ما هي بتبقى نفس الميكوزا بتاعه الباول ده حقيقي بس هي انا شايفه فين وول انا شايفه فين وول انها ممكن انها تمشي سيستيك نيورو اندوكراين تيومر لا شايفه فين وول بس هي سيستيك نيورو اندوكراين تيومر يا باشا يا باشا بعد اذنك باي اكسكلوجن مش عارفه يعني باي بالاكسكلوجن للاجابات دي وسايت وايز تبقى دوبليكيشن سيستم تبقى دوبليكيشن تبقى دوبليكيشن سيستم الادرينال مش عايز كده فوق سايز وايز دي مش ادرينال بعد اذنك يا دكتور عبد الله رجاء يا ريم حضرتك ما تحطش المحاضره دي على اليوتيوب بتاع على الشانل بتاعت حضرتك ايه عشان ريم اللي جاوبت من كتر كتر الدسكشن اللي فيها لا 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 ده دسكشن حلو يعني اللي اسمع اولاد الذينه ماشي يا لا يا جسد يا دكتور طب ماشي معلش يا معلش يا دكتور مسيره السيستا دي نوما ما هي برضو يا جماعه في البنكرياس تطلع في نفس المكان ده وما اعرفش افرق بعيد عن مكان البنكرياس هي السايبس انا ماشي خلينا في الاجزاء يا دكتور الاجزاء اللي تحت يعني مش قريبه الصور بس هي عشان صور واحده بس المشكله ان احنا مش قادرين نطلع الرود بتاعها رود عشان ما عندكش صور كتير بس هي جاستريك دوبليكيشن في الكورونا يا جماعه في الجاستريك بيت في الكورونا طيب دي دي ماشي في السبلين وهيتروجينيشن اهو طالعه من السبلين طيب هقول لك ديفرنشال وتقول لي اتفضل يا بيه اتفضل حضرتك صح هي ماشي في السبلين ليمفوما هامرتوما هيمنجيوما ميتاستاتيك ميلانوما دي غالبا ميتاستاتيك ميلانوما طب ليه مش هيمنجيوما هي ده انهي فيز ده ارتيريال فيز احنا في ارتيريال فيز
منجيومة. بس هي منجيومة كده في الاسبلين، خلي بالك انت ما بتملاش في الاثير في اسمه، بتملى جزء منها وفي الديليت تملى. بس ده سنترا دي مليانه، هي سنترا دي هنا مليانه هيدروجينس مليان. بس بص هقول لك انا، هي انا معاك تنفع تتكلم فوق، بس هو الكومن ده عيان يانج ايج وما فيهوش اي ديزيز، يعني الهيمنجيوما مش كومن، كومن قوي في الاسبلين على فكره الهيمنجيوما. انا دي اجري وذ هيمنجيوما، هي ما اجري وذ هيمنجيوما. تمام يعني انا صح يا دكتور؟ اه صح يا صح. انت صح المحاضره كلها يا ريم، احنا فاهمين صح المحاضره كلها، متشكري. قلت ده الشكر والكوزيه، قولي اوصفها بس واحنا اقول لك ديفينشن. سي تي اوف ذا بيلفيس ادجل تاتس رونال ميب ايمج ريفيلد ويل ديفاين سوفت تيشو ليجن سين تارجت ان ذا ديستال spine vertebral column including the sacrum and the coccyx, sacrum and the coccyx lesion seen extended into the pelvis displacing the pelvic organ it is also seen extending laterally to the iliac to adjacent iliac bone lesion show internal vascularity السنتر بتاعها على السكرم، على السكرم والكوتسيك. طيب تمام كده كوتسيك ديفرنش اوستيوماليتيس كودروساركوما كوردوما لينفوما. كوردوما الموست كومون ليجن في الاريا دي. طب ليه مش كودروساركوما؟ الكوردوما كوردوما السكرم اكتر حاجه، كوردوما متس كوردوما. هي كودروساركوما صعبه شويتين، ما معهاش كلاسيفيكيشن كتير. اوستيومايلايتس لا طبعا، الليمفوما لا، هي يا كودروساركوما يا كوردوما، بس هي الموست كومن كوردوما بتيجي يعني غالبا كوردوما فعلا. طيب الحاله اللي بعدها، لو حد فيكم بيشتغل كاردياك ترومبس في الـ في الليفت فنتريكل؟ لا في 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 دايليتد الرايت كوروناري دايليتد واكتاتيك دوت. ايوه مظبوط، صح. في انيوريزم، في انيوريزم دايليتد واكتاتيك، وفي حته في طلع فيها انيوريزم ترومبس في الانيوريزم الثرومبوز. طيب ماشي، دي هقول لك الديفرنش كورونري ارتي ديزيز، كورونري ارتي انيوريزم، كورونري ارتي انيوريزم ولا فيستولا انفولفنج الرايت ولا هاي جريد؟ لا 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 كورونري ارتري انيوريزم مظبوط، صح. نرمي بيه في حاجه يا دكتور في الليفت فنتركل سيجنال فويس غالبا تايمينج يا ريم في التصوير، ممكن تايمينج في التصوير، ممكن يكون حاجه البابيلاري ماسلز دي ماسل، ممكن تبقى ماسل. طب الحاله دي حلو، حد يوصف لنا بنقول دي تمام. هو في ال ديفايند دامبل شيب سوفت تيشو دينستي شوينج هيتروجينس شوينج ان هوموجينس تكستشر، هو في كالسيفايد ويز كالسيفايد فوساي باتنج البوث سوس ماسلز انكيزنج الاورطة ايوه والاي في سي اون بوث سايد. ممتاز ممتاز يا وهي انترا يعني انترا بيريتونيال كده، احنا كم حاجه انترا بيريتونيال؟ هي غالبا ريترو بيريتونيال، ريترو انترا. طيب انا هعديك ريترو انا هعديك بس ريترو يعني هي جزء ريترو يعني هي تمام. هاي بربارا برايور راديشن ثيرابي ريترو بيريتونيال فيبروز ولا رينهايم شيستر ديزيز؟ رينهايم شيستر ديزيز، رينهايم شيستر لو رينهايم شيستر برضه يعني ايه رينهايم ريترو بيريتونيال فيبروز اللي هو بيحصل ان هو بيحصل هيري ابييرنس كده، ده ابنورمال يعني ديبوزيشن يعني زي كولاجين فاسكولار ديزيز كده، بس هو مين اللي بيتشخص حوالين الكيدني بيبقى عن طريق الرينال ارتري. طب ليه مش ريترو بيريتونيال فيبروز؟ لا انا بقول لحضرتك لا هي غالبا ممكن هي تطلع ريترو بيريتونيال فيبروز. ريترو بيريتونيال فيبروز اكيوت ستيج بس الاورطة انكيز دول اي في سي درس اي في سي انكيز هي لسه في الاول بس انا فاكرك بدي تشخيص ايرن هاي. لا 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 يا فندم، لا يا فندم، لا 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 مظبوط يا فندم جبت بتنفع فيبروز مظبوط. اللي بعده هو ده يعني
النص موتلينج لكل البون الابنديكولار كل البون ميل سكلوروتيك يعني هو ميكس سكلوروتيك طيب الديفرنشال ده ميلومه ينفع لا ميتاستاتيك بريست كانسر بجنس بالطريقه دي ميتاستاتيك بريست ينفع اوكي تنفع ممكن رينال اوستيو ديستروفي برضه تنفع برضه لا رينال بس لا بس رينال صعبه تاخد لا لا ما تعملش كده رينال غالبا ميتاستاتيك بريست يعني غالبا مش ميتاستاتيك مش عشان الموتلينج يا باشا اللي فيه موتلينج في ماركت موتلينج جامد جدا رينال اوستيو ديستروفي تعمل سكليروزس بس مش موتلينج تمام ماشي اكستنتف كده ماشي هي فعلا بتستك طب حاجه ده حلو حد يقول لنا كلو بقى وعندك قد فيش هو كلو في ال... في هنا في هنا اللي هو ده كلو في الاسوفاجس يا دكتور في تيست انفكتد انفكتد تيست اسوفاجيال دوبليكيشن اسوفاجيال تيست وانفكتد في الاسوفاجس نفسه يا باشا في اير دينيسيز يعني في في اير دينيسيز مظبوط صح انفكتد تيست يبقى في حاجه في الاسوفاجس ليجن وفي اير دينيت طبعا هنقول الديفرنشال تمام دايفرتيكولم ممكن اسوفاجيال بوليب زينكر زينكر هو زينكر ده زينكر لاين ايوه بيبقى في البوستيرو هو الوحيد اللي بيبقى بوستيرو زينكر مظبوط زينكر بس الزينكر يا باشا مش في مستوى هاير عن كده شويه لا هي هو نفس المستوى العالي اعلى شويه الزينكر ده بوستيرو فارينجيال ما بين الفارينج وبين الفارينج والاسوفاجس فارينج واسوف يعني ما بين الفارينج ما احنا انتهينا عند الليفل بتاع الفارينج احنا في اول فارينج اخر فارينج بعد الاسترنا ما هو يا دكتور احمد عند روت اوف زينكر تمام تمام هو زينكر ده المكان بتاعه ما ينفعش اسوفيال كانسر ولا بوليب ولا ايه ولا زينكر على حلو اقول لكم الديفرنشال هذا مش متتهوش هي في مين حاجه دي غالبا يوتراين يعني ارض واحده سي يوترس اي تراين يوتراين ايه اللي موجود دول الاثنين فريان ديفرنشال يا دكتور لو سمحت يوترس وسي تي يا باشا دي صعبه جدا يعني طبعا لازم ترانسفير يعني الام ار ساركوما بريجنانسي هيموريج ارتفاع ده غالبا بريجنانسي ده بريجنانسي كل ده ارتفاع ده بريجمنت بس طريقه وعملت سي تي ليه يا باشا السي تي دي عملت غلط كذا مره نعمل سي واحده بريجمنت ما ده هو ده فيتس هو ده حاجه في ايرلي فيري ايرلي ده من اول 10 اسابيع او 12 اسبوع بيشاور لك يا عمر شايفه باي 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 شفته امال ايه باي باي لينا كلنا يا رضا ده حاجه في البورت البين ده ولا ايه لا في ماشي ده رينال ده تبع رينال ده الاي في سي الاي في سي ما قلت سوري قوي الاي في سي فين الاي في سي طيب برافو عليك الاي في سي ممتاز ايوه ماشي وطالع عندي وماشي ده كل دي ثرومبس ده كل دي غالبا زي ما قال لك بتقول ايه بص الاي في سي اي في سي ساركوما اي في سي ساركوما اي في سي ساركوما مظبوط اي في سي ساركوما يا الله كل يا عيني كده اي في سي ساركوما سهلا ده غالبا كده بيه ده تايفلايتس ليه طب قلت تايفلايتس عشان مكان السيكم ما هو ده سيكم وانفليمد و هو الايه اسمه الانفات في اير ابسس فورميشن سيكم تايفلايتس ده انيوريزما برضو موجود في الاكزيلري مظبوط ثرومبس في الاكزيلري ولا سيريشن ولا سبازم ولا اكتف بليدنج بس لاسيريشن واكتف بليد غير لاسيريشن اكتف بليد هو ده بيعمل انجيوجرافي في نفس الوقت هو عمال يقصر في اكسترافازيشن مظبوط صح دي سهله دي لايبوساركوما لايبوساركوما لانها فيها فات دي وزقكدني اهي وفيها فات زقكدني فيها فات كومبوننت يعني دي بقى واضحه فات كومبوننت دي بقى واضحه فات كومبوننت مظبوط صح مبدئيا اسكيميك باول بوديس انتستينال يبقى في الباول لوب دايليتد فيها ايه وفيها اير في صمب برينتنج ساين وايه صمب برينتنج ساين
المونتايتس انتستاينز اسكيميك باول اسكيميك ما اسكيميك اسكيميك سمول باول ايليس ولا سمول باول سكشن ولا بيهايند اسكيميك باول اسكيميك برضو في حاجة موجودة فوق هنا واخدة في الأسوفيجس وفيها دابل دينيستيز موجودة ده غالبا أسوفيجيال ماس ده غالبا أسوفيجيال كانسر ده. طب وإيه اللي جوه الأسوفيجس ده؟ ما هو إيه قصدي فلويد وفود فلويد ديبرز وفود إنما عادش فيجي بابلز أورتو دايسكشن لا فوت كروناري إيفنت إم آي لا السوفيجيتس وذ ريفلكس ولا فود هي اخر واحده اوبستراكتد فود اوبستراكتد فود اوبستراكتد فود اوبستراكتد انا انتر اليومينال ونعمل مظبوط باقي ما فيش سنان تلاقي بلع حاجه ده السيكرم من عمك لا ليه شكله تحس انه متل ده ابيرنس كده لما يكون فراكشر وفي يعني زي فراكشر باين او ايروجن دكتور بون ديستراكشن لا بس insufficiency fracture metastasis acute fracture ولا osteomyelitis غالبا او osteomyelitis لا مش ميتس لا او osteomyelitis او هي ما insufficiency fracture دي هوندا ساين دي ده حاجه عامله اروجن يا دكتور عبد الله حاجه عامله اروجن زي باشا السب osteomyelitis ممكن osteo ده في لا لا دي insufficiency fracture في خطين بالطول وخط بالعرض بتاعي والبون osteopenic شويه فين 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 في فوكال اوستيوليتيك ليجن في الرايت سيكرال سيكرال يا جماعه فوكال على ناحيتين وبالتالي في بون ديستراكشن لا دي يا باشا اجريسيف ليجن فاحنا بنتكلم في على اوستيومايلايتس اوستيومايلايتس ما ينفعش ميكس اه لان ما تنفعش ميكس لو ما ماشي انسفيشنت فراكشن ماشي معاه سكليروزس يا دكتور صح طيب اوستيومايلايتس اوستيومايلايتس دي سهلة دي برضو بالبسركومة اللي بسركومة بشي اللي بسركومة مع طيب الديفرينشال بتاعها ويستي سايتس اللي بسركومة ايه اللي بسركومة فيها فات وفيها سوركومة اه ما بحدش طبعا سبيرمسنتري سندروم ليه طيب قلت سبيرمسنتري سندروم الانجل اهي والديستنس ما بين الاورطة والميزنتري اقل من 8 ملي والانجل دي اقل من 27 يبقى ده سبب من انتك اعزل سندروم مظبوط صح مصبوط باينة هنا في الاجزل حتى شوف اللوب كومبريس ناروي قافل على كومبريس على الباول خالص وهنا الانجل دي انا بسأل سؤال على الانجل دي في واحد كان بعد حالة الاسبوع اللي فات بس انا قلت له بتقاس بالسي تي عايز يقيسها بالدوبلر حد بيعرف يقيسها بالدوبلر فيكم لا لا يا دكتور ما بتقيسها لازم السيجيتال فيو لازم قلت له والله يمكن يا فندم هتتقاس بالدوبلر لا يمكن مش كده انا قلت له كده والله يا فندم المسافه تتقاس المسافه تتقاس بالدوبلر دكتور عبد الله لا الانجل عايز يقيس الانجل الانجل اه لازم سي تي ويبقى في الارتيريال فيس اي مش كده قلت له اعمل لها سي تي بس هو ممكن يقيس المسافه ما بين الاورطه والميزنتري ليه انا بقول المسافه بتتقاس اه ممكن يقيس تتقاس طبعا تتقاس بين الاورطه وايه والميزنتريك ارتري الديستنس بيت تتقاس بالميزنتري ليه ديستنس اوف ميزنتري ما بين الاورطه والميزنتري يا باشا سجل اللي انت الفرق اللي قيسهم اقل من كام اقل يا فندم من 8 ملي عايز 800 ده النورمال النورمال يا فندم اه اكتر من 8 اقل من 8 يبقى ده فيها سبيرم زنتريك يبقى فيها سبيرم زنتريك ارتري سندروم لكن الانجل لازم تقاس بالسي تي لازم يا فندم عايز الانجل كان عايز الانجل لا يا فندم مش هتنفع الانجل اقل من 25 يا عمر صح اقل من 25 اقل من 27 27 ل 30 هو انا في ناس قالوا 25 و10 مللي يعني سم 25 مش هتفرق مش هتفرق الحاله دي سهله ده انت قلنا جاجولار فين ثرومبوزس اي باي لاترال باي لاترال مظبوط لو نيكروتيك بايلاتر كاروتيد بايلاتر جاجولا بايجاجولا فينشن هاي الحالة دي حلو الأولى يبقى بذاكر هارت كويس طيب ايه الابنورماليتي الابنورماليتي وانا هديك الديفرنش الابنورماليتي اللي طلع في الاسيندنج ايه اللي في الاسيندنج بتاعها الاسيندنج والبلمونري ارتري يعني الاتنين كروسنج كده على بعض بطريقة ايوه فين طب تعرف شغل عليهم صح برافو عليك ايوه لا يا باشا يا باشا كومن اوريجين يا باشا الاثنين كومن اوريجين دي انومالي ايوه سوري
افتكر اسمها ترانكس ارتريوزس. ترانكس ارتريوزس اللي هو رايت فنتريكولار اللي هو بيتا داكس ارتريوزس. بيتا داك هي فعلا بيتا داكس ارتريوزس. ايه البيتا داك كومن ترانك من الليفت فنتريكل ليه؟ الاثنين الاورتا والبالمونري ارتري بيطلعوا كومن ترانك الاثنين بيتا داكس ارتريوزس. ايوه بترانك واحد بياخد الاوت فلو من الاثنين ويبدا ينقسم بعد كده فوق. هي يا باشا دكتور يوسف كان جايب لنا حاله في الامتحان في الاسبوت المره اللي فاتت بس كانت اكزيال بس كانت واضحه كان في كونكشن ما بين الاور ما بين الاثنين وبين البي وبين الـ وبين ال مظبوط بتاع البرمانه ترانك البرمانه دي مش واضحه قوي بصراحه دي صعبه شويه يعني هبينه ماشي ماشي انا بتكلم الاجزيال بتاعها كان واضح. ثانيه واحده يا دكتور عبد الله ممكن اقول حاجه؟ لا لا بس ده مش كونترانك بيتا داكتس ارتريوزس بين الاورتا والبلمونري فوق اهي. ايوه انا بتكلم هي دي يا باشا هو ده اللي انا مشاور عليه. انا قصدي على دي يا باشا. ايوه لا لا هو ده اللي انا مشاور عليه. ايوه انا قصدي على دي رايت شانت الثانيه اللي قصدي عليها الثانيه. انا الثانيه اسمها ترانس بوزيشن. لا لا هي دي بيتا داكتس بيبقى فيه كونكشن بين البلمونري بين الاورتا والبلمونري ارش اللي هو ده. ايوه يا فندم ايوه هي اللي فوق دي. بس لما عمر قال طالعين من كومن ترانك فانا الصوره الملونه هي اللي بينت يا باشا الفوليوم راندرنج هو اللي باين عشان كده مصدرها. لا لا هي باينه باينه هنا برضه بيتا داكس بيبقى ده. انا حاجه ثانيه خالص مش ده قصدك ترانس بوزيشن اللي انت قلت عليه. لا لا في ترانس بوزيشن اوف جريد بس لا يا باشا لا لا يا اسطى حاجه اسمها ترانكس ارتريوزس. ترانكس ارتريوزس ترانكس ارتريوزس مع البلمونري لكن لا لا بيطلعوا كومن اوريجين مع بعض. لكن لا لا دي في فيسل بيتا داكت. لا هنا ده بيتا داكت اصلا ده ليفت تو رايت شانت المفروض دي تقفل اول ما يتولد الطفل تقفل لو حصل لها بريزيستنس بتبقى اسمها بيتا داكت. سهله دي الابنورماليتي موجوده في الليفر دي هيمنجيوما دي بس كلمه دي حاجه بذكر كده في مالفورميشن حاجه في الكوتر فين في مالفورميشن زي كده الروما كده حاجه زي كده الروما لا في مالفورميشن مش تمام. طيب حاجه في الهارت دي بقى دي ثرومبس دي ان هي تغير مكانها قبل الثرومبس دي ثرومبس لان هي البوزيشن بتاعها اتغير. بص بص دي واحده دي واحده عشان دي احلى هرد عليها انا. بص الثرومبس لازم الكونتراست لف حوالينها دايما يدور يعني لو ملفتش ده هي ملفتش يبقى ميكسوما يبقى دي ميكسوما فيها كالسيوم فيها كالسيوم ماشي فيها كالسيوم سبوت دي بس اتريال ميكسوما انجيو ساركوما ليفت اتريال ولا ليفت اتريال ميكسوما ليفت اتريال ميكسوما ولا ليفت ميكسوما ثرومبس ولا دينا كالسيوم تستاتيك تو زهار ميكسوما ميكسوما او انجيو ساركوما ليه لا هي بص لا لا عشان الفلوبوين كانت في الكومن في بس هو الكالسيوم في البايه دي مثلا ما تكونش حاجه تبع يعني تبع حاجه باسكولاريتي انا عارفه ايه الميكسوم والله عارفه انا عارفه والله بس انتوا الكالسيوم الكبوفاي دي ما لهاش اي انديكيشن عندنا. لا 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 دي فيري سمول يا رضا انها تكون يعني حاجه بتاع تمام عادي اصلا في الكورونا اللي معاك عادي مش حاجه يعني ايه الميكسوم فعلا استرايتد نيفروجرام يا باشا استرايتد نيفروجرام استرايتد نيفروجرام بتيجي مع كذا حاجه يا باشا مع كذا حاجه الموست كومن ايه بيلينوفرايتس ولا رينال فينوس ثرومبوزس ولا كونتراست ثرومبوزس ولا بيلينوفرايتس اللي بتيجي اكتر حاجه بيلينوفرايتس بس كله يعملها على فكره حضرتك قلت اللي انت حضرتك يعني قلته ده يعملها برضه ايوه بس الموست كومن بتبقى ميلات ريلي بينفايتس. ايوه ايوه يا دكتور انا عارفه ماشي بس الكلين بتبقى اكبر من كده انا حاسه الكلين صغيره شويه دي سهله دي يعني ريترو بريتونيا فيها فات ليبوساركوما ريترو بريتونيا ليبوساركوما دي ما تمشيش يا دكتور انجيو ماي لايب رينال ماي لايبوما بتاع الادرينال ماي لايبوما دي سوبرا رينال دي ادرينال واخده بصي لو في الاجزاء في الكورونا من فوق ومن تحت يا ريم اصل دي لفه كلها ماي لايبوما اصل تبقى تبقى بالحجم ده يا ريم مش الحجم ده خالص يا ريم صعب تمام ماشي دي الريتروبوتين اللي لابس الكوما اكتر فيها سوليد كومبوننت ده فيها سوفت تيشو كومبوننت كمان فيها سوفت تيشو كومبوننت فيها فات كومبوننت تمام ده بالحاله دي هتحط لنا ديفرنشال اللي انت شايفه وقول لي ديفرنشال الحاله دي بتيجي في امتحان كتير على فكره ما ده في انجيو مايولايبوما موجوده بايلاترال رينال انجيو مايولايبوما ايه تاني واحد بس اتكلم لا لسه فرقين في حاجه ثانيه روحي كلمي يا رضوى في انجيو مايلايبوما في مين
في رينا الماس في رينا الماس معاها وفي ايه تاني في الحوض حوض البلفس فيه ده انيوريزما دي ولا ايه ده لا في ميتس يا دكتور في حاجه في السكرم ايه فصاي كده في فصاي في البونز في فصاي موجوده في الرايت ايلم السكرم الايلم والليفت ايليك بونز مظبوط طيب نحط فرنش ده فون هيبل ولا تيوبرس كيروز ولا ده تيوبرس ولا مين تيوبرس ليه طب تيوبرس تيوبرس بيبقى عباره عن ايه التيوبرس سكليروز ده عباره عن انا عايز واحد بس يتكلم بس يا جماعه عشان الصوت يبقى بايلاترال انجيومايلابوما ومعاه رينال سيل كارسينوما ومعاه ايه تاني ومعاه رينال تيست كمان وبيبقى معاه بتاع تيوبرز في البرين ومعاه مشاكل في اللونج برضو او البلفز دي معايا ممكن تشوف سكلوتك في الصيف في البلفز برضه في البون وفي الزبيب قلت السكلوتك في الصيف دي رينال ميتس من الرينال بس فده تيوبرس سكلوز مظبوط عشان بيجي كده قضية دي ماس من الكيدني اكزوفيتك ماس من ال كيدني طالع من الكيدني ولا من الادرينال ولا لا انا حتى في كلو ساين من الكيدني يعني الكيدني هنا في الكورونا عامله كلو ساين شويه حوالين الماس ويلبس تيومر ولا ادرينال هيماتوما ولا ادرينال كارسينوما ولا نيوروبلاستوما هو ده طفل صغير عشان باين من الـ من الفيرتبرا بتاعته وهو طفل ويلمس اكتر ويلمس يا دكتور ويلمس ويلمس ليه طيب ويلمس دول اول هو عشان هي للكبرينال مبدئيا وما هياش كروسنج الميد لاين او لا هو مرينال فرينال عشان اللي هو هو لو سوبر رينا هيبقى نيوروبلاستوما ايوه رينال بص لو هو سوبرا رينا البص الاي في سي مش مزقوقه شوف حجم الماس بالاي في سي مكانه نمرة 2 الاب اكيد مش باينه فغالبا الماس طالع منها يعني خد بالك والاي في سي عدم لو سوبرين الاي في سي جامد شويه فعلا هي ويل مستيوم طفل صغير ما فيهاش كالسيفيكيشن ولا كروسنج الميد لاين فهنستبعد النيوروبلاستوما مظبوط ايه اللي انت شايفه ابنورماليتي تمام هو في لارج باول كده يعني فيها ان هوموجينس دينستي هو ده ميدياستينال ده ميديا لانج ويندو ده اير حوالين اللارج باول لوبس اير موجود حوالين اللارج باول لوب وعامل زي سب برينتنج في سب برينتنج ساينز وفي نيمو بيريتونيوم طيب هو بيقول لك بص تختار اجابه منه مش مهم ريكوير اكسبلارت كان بي due to benign causes ولا it is a result of ischemia in all cases ولا require angiography as a text study of choice ischemia in all cases لا هي ده مش ischemia لان ده واخده حته صغيره لا هو كده هيحتاج exploration اجابات غريبه او ممكن ischemia تاخد الاسيد كله بس why not يعني فيها سب ميكوزا انا بتهيالي ده ممكن يحتاج انجيوجرافي ممكن يحتاج الفيتال موتور شيد انفاركشن ده مش مكان الموتور شيد انفاركشن انا رايي انها تحتاج ريكواير متهيالي محتاج انجيوجرافي ولا محتاج سيبلوريتي البروتوكول سيبلوريشن على ماتت خلاص انجيو يعرف الاسكيما جنبي لازم يعمل انجيوجرافي عشان يعرف السايت اوف اوبستراكشن ايه بالظبط يعني انهي اركيد يعني انهي جزء في الاركيد اللي اتقفل ويفتحه لان ده حاجه سيجمنتال ده حاجه سيجمنتال قوي هي سيجمنتال يا جماعه دي لو هي لسه ريفرسبل هعمل انجيو اما هي دلوقتي خلاص الباول ماتت بقت خلاص فيها نيوماتوزس فكده دي ريفرسبل فانا هفتح اشيلها عشان ما تموتش الباقي فاكسبلوراتوري لابراتوم الانجيو بعد يا ريم ما بعد يا ريم ما يشيلها بعد ما يموت الباقي والباقي اللي جوه باسكولار معلش مقفول هيبقى ايه الباسكولار اللي جوه هو انا دلوقتي عارف ايه السبب يا ريم هو ليه ما تموت وتتشال الباقي هيخف لا انا ما اعرف السبب افتحه هو كده كده لما هيعمل بعد ما يعمل انجيو بعد ما يعمل انجيو هيفتحه ويشيل الحته النكروماتيك هو عايش السؤال ده اتشد في المناجر احنا بنتكلم على النكست ستيب دلوقتي يعني النكست ستيب هل هيعمل انجيو احنا بنتكلم على احنا بنتكلم على حاجه سيجمنتال احنا بنتكلم على حاجه سيجمنتال الجراح مش ممكن هيفتح سيجمنت أيوة. هيقول لي ده امرجنسي يا جماعه نيكروز ده امرجنسي في تانيوماتوز ده امرجنسي لازم يفتح عشان ما يعملش رابتشر ويعمل اير اندر يعني هيحصل فيه طيب خلاص يفتح مفيش مشكله
خليه يفتح عينه مختبوكي. انا والله ما اعرفش الاختيار انه هي الصح الجغرافي ولا ايه. السؤال ده يتحذف من المنهج، يتحذف من المنهج نصيحه. يعني يا دكتور، اصل يا دكتور دي حاجه بيولوجي. يعني يا دكتور دلوقتي هو دلوقتي اللي بتاع اللابوراتوري لما هيفتح هو هيقعد هيبقى محتاس جوه، لان هو هيروح شايلها ممكن بعد كده ما يجي يقفل يلاقي ان في مصيبه تانية، يلاقي ان في مصيبه تانية جات له بعد ساعتين ويعمل انجو في نفس الوقت. انا يعمل انجو بعد كده، يعمل انجو بعد كده. يبقى هو لازم الاول يعمل انجو يعرف ان يعرف يقول له ما فيش الا الارتري ده هو اللي مقفول خلاص افتح اعمل ريسكشن بس خلاص. يعمل انجو الاول بقى. الحالة دي أنا والله أنا ما شفتش في البراكتس زيها حد. ده برضو واحدة حامل برضو؟ لا 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 ده فات يا عم، ده فين ده ولا عاقر مش واحدة عاقر مش حامل. ده إيه ديرمويد دي ولا إيه الدكتور دي ولا إيه؟ هو أنا بحس في النت لقيت دي ديرمويد يعني دي ولا إيه؟ ده ميد لاين ممكن تمشي ديرمويد. لا أنا لقيتها في النت غير كده خالص. طب أنا هقول لك ديفرنشال وبعد كده أقول لك لقيتها. طب دي واحده ست ولا دي ايه يعني؟ دي واحده بس يا واحده ست وخلاص احنا هنفاركت بقى. خلاص ده لايبوما فيوتراس. لايبوما فيوتراس ولا ديرمويد؟ لايبوما فيوتراس والله. لايبوما لايبوما. انت شفت لايبوما فيوتراس قبل كده؟ في حاجه اسمها لايبوما فيوتراس يا جماعه. انا برضه فيوتراس بس هو ده كويس. دي واحده دي هي بيرفيت. كنت اكون ديرمويد ماشي برضه يعني. ثانيه واحده، هي حاجه مثيله يا اما انت. لا لا مش انت السبسبشن ده يوتس. يبقى هل الدرمويد يا دكتور ده ميد لاين؟ يا جماعه الهدوء شويه يا جماعه، ده بس حط ربنا. انا والله اعتقدت انها درمويد، بس انا لما لقيته حاطط ديفرنشال لايبوما في اليوترس حطيت على النت لايبوما في اليوترس ايمج فور لايبوما في اليوترس، طلع لي صور كتير جدا، بس هو سماها مايو لايبوما في اليوترس. مايو لايبوما اما هي مايو لايبوما. مع انا عمري مع ذلك طول عمري انا مره كنت شفت تقرير كان كاتبه احد الناس المشهورين في السنة. كان ايامها نايب، فالراجل بتاع المسالك رجع له، هو كتب له بيلفيك ديرمويد، قال له ده ديرمويد. فالراجل بتاع المسالك استاذ مسالك رجع حاله، طب ديرمويد ده طالع من اليوترس ولا من اوفري؟ الراجل بتاع الاشعه ضحك، لو في ديرمويد هو ما يعرفش حاجه، هو في ديرمويد. قلت له ايه ده بتاع مسالك ما بيجيلوش حالات زي كده يعني؟ يمكن الراجل اول مره تجيله حاله زي كده. فاكتبها له، قال لي اكتبها له اوفيريان. طيب ماشي. فانا كنت معتقد برضو ما فيش ديرمويد او لايبوما تيجي في اليوترس، فلما بصيت على النت طلع لي ولا 100 حاله، انا كتبت لايبوما في اليوترس بس كتبها مايو لايبوما. مايو لايبوما في اليوترس. مايو لايبوما. ممكن اسالك سؤال؟ هو الكويز اللي حضرتك بتخش عليه ده مش بيديك الاجابه بعديها؟ لا بص ما بيدينيش حاجه ولا حضرتك اللي بتحل. واحنا بنحل مع حضرتك. والله بحل، ما بديش اجابه خالص. لا ما بيدينيش، مش راضي يديني اجابه خالص. حاولت كتير. احنا بنحل مع حضرتك. طيب تمام. بس انا بقعد يعني مش حاجه كده. انا قلت ديرمويد، فلما لقيت اللايبوم افتكرت القصه القديمه دي من 20 سنه، قلت بكتب لايبوم في اليوترس ممكن تطلع. طلع ولا 100 حاله مايو لايبوم في اليوترس، نفس المنظر نفس الشكل. احنا الاول يا دكتور عبد الله هنبقى محتاجين شويه سيرجيكال عشان نشوف الاورينتيشن بتاعت اليوترس على سكه. انا عارف عارف ماشي. هي بس النقطه، انا لما لو جاتني دي اقول له لا ده سنترال ديرمويد، ده ديرمويد طالع في اليوترس. طلع لا في اليوترس. انا مش يعني لما حطيتها على النت لقيت حالات كتير قوي. فده برضو ايه مايو لايبوما في اليوترس، لانه ده يوترس في النص. هو لو معاك سيجنال طبعا هيوريك احسن وبتاع. اخر حاله ميكزوما برضو، لفت اتريال ميكزوما. لفت اتريال ميكزوما. شكرا. مش سرومبس. مش سرومبس يعني الكونتراست. والله يا دكتور العين هتقول عليها موافقه. لا كاردياك ساركوما اتريال ميكزوما. ممكن ما تكونش ساركوما برضه، ما تجيش ساركوما يا ولاد. هي بص الساركوما رير. لا 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 بس الول مش الرجل يعني، تحس ان هي كريب يعني، تحس ان هي عليها حته كده طالعه بره يعني مش ول ديفايند. اوفر اول ويل ديفايند وسموث، وهي الموست كومن ليجن في لفت اتريوم. لا بس يا دكتور بعدين انت حضرتك الصوره اللي فوق دي هي الريجولر بالظبط كده. الريجولر عشان يبقى ايوه. بص في الصوره دي، الصوره اللي فوق دي هنا الريجولر يا جماعه. هتبقى انتنس الساركوما، هتبقى انتنس انهانسمنت
طب يا ما هو يا ريم لو هي ميتاستاسيز ممكن ما تاخدش صبغه، ايه المشكله في ميتاستاسيز ما تاخدش صبغه؟ هات لي المجزومه يا باشا، هات لي المجزومه. الموست كومن يا جماعه شايف ان هي مجزومه يا باشا، مجزومه. هو عمر ما فيش ريجولاريتي، ده البوردر يعني مسموح. انا بص الاتريوم، الاتريوم طول عمرنا بتوع القلب اي حاجه كانت تطلع مجزومه ماشي. بتري جديد دكتور، بقى في ساركوما دلوقتي، في جديد والله. انا عارف خلينا على لو فيجيتيشن، لو فيجيتيشن ما ممكن تدي نفس التكت ده. احنا هنتفق اي حاجه في الامتحان هتيجي في نفس اتريام مجزومه لو سببها مش محوطه من كده. اسمع كلام ريم سامعينه ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله بعون الله كله بامر. طب بص بص دي واحده بس تاخدوا الامتحان دلوقتي عشان يا دكتور. لا بيبقى لو في نصيب بيبقى ان شاء الله ما يبقاش في الدور الجاي، ان شاء الله يبقى خلاص الحاجه جايه ما شاء الله. لحد نص ساعه ادي لكم حلوه وبعتوه لي على الواتس، مش عايزين كل حاله دقيقتين بدل ما تدخلوا. طب نجيب ورقه وقلم يا دكتور عبد الله. هات ورقه وقلم. ايوه يا دكتور عبد الله. ايوه عليكم السلام، ازي حضرتك؟ اهلا. مين؟ عمر. عمر عوض. يا عمر ازيك عامل ايه؟ يا هلا ازيك يا بيه، الله يخليك. ما شاء الله عرفت عرفتك يا عمر، مبسوط والله. ازيك يا باشا، الله يخليك. بص هات بص يا رضا. طب يا دكتور عبد الله بعد اذنك هاخد رايهم في حاجه يا باشا كلهم. هو كده كده يا باشا